المباراة الأولى دائما يعني ليست على ما يرام. صحيح. لو تعادل يعني كنت أتمنى صراحة، يعني لو المسألة شخصية كنت أتمنى نقابل اليابان أول مباراة. ليش؟ لأنه المباراة الأولى من تكون مع فريق قوي تقدر تعوضها بالمباريات الأخرى، لكن من تقابل فريق خلينا نقول متواضع أقل شأنا وتتعثر معه معناه خسرت ربما نقطة أو نقطتين، الموضوع صعب جدا. تتمنى نواجه اليابان طبعا المباراة الأولى. أي. فلذلك أقول إن شاء الله إحنا يعني هذا الوضع يختلف، المدرب جيد، الجهاز الفني جيد، قراءتنا جيدة، وأيضا خلينا نستفاد. أنت سألت الكابتن رحيم عن الإعداد، شوف إذا نتحدث الآن عن الأيام الدولية، الأيام الدولية الآن متى راح تكون؟ راح تكون في سبتمبر، راح تكون في أكتوبر، يعني نهاية السنة عندك لازم تعد من الآن تخلي مباريات دولية اثنين أو ثلاثة، لأنه ثمانية أيام بثمانية أيام يعني بإمكانك تلعب يمكن ثلاث مباريات كل جولة. وحتى جزء الجمهور ما يعرف تصفيات كأس العالم راح تبدي هذه السنة، المجموعة الأولى اللي هي الدول الأقل في آسيا راح تلعب في نهاية هذه السنة. إحنا والفرق الأخرى متى سنلعب تصفيات كأس العالم؟ شهر 3/24 وشهر 6/24 بناء على القرعة اللي راح تجري طبعا. لكن هذا معناه شنو؟ الجدول راح يكون مزدحم، مباريات ودية قوية. فأنا أعتقد يعني الاتحاد بدأ يخطو خطوات جيدة، بدليل أنت شفت مثلا منتخب الشباب كيف أعد له معسكر تدريبي، مباريات قوية. أنا أعتقد المنتخب الوطني سينال نفس الحظوة، أيضا الأولمبي، كل منتخباتنا نتمنى نجد مباريات قوية، لأنه أنت المنتخبات اللي راح تلاقيها يعني ليست قليلة الشأن. أنت ممكن تلعب مع كوريا، تلعب مع أوزبكستان، أكو دول قوية ممكن تفيدنا في هذا المجال على الأقل قريبة من هذه المستويات. وأيضا لا تنسى كل فرق آسيا تبحث الآن عن احتكاك مع فرق أخرى نظيرة لما ستواجهه في مباريات المجموعات. زين لو